وأذكر مرة كنت في مسجد جالسا أقرأ القرآن الكريم، وكان إلى جنبي رجل جاء طالبا الحج وطالبا الاعتمار وطالبا ثواب الله عز وجل، فكان جالسا إلى جنبي، وكنا بعد صلاة المغرب، فكنت أقرأ القرآن وكان هو إلى جنبي مادا يديه يدعو بصوت خافت لا أسمعه، لكن الرجل كان عنده خشوع عجيب وبكاء عجيب، حتى إنني أخذت استمع إلى خشوعه لأنه كان مؤثر جدا من شدة خشوعه وبكاءه، ثم رفع صوته بالدعاء، وحقيقة صدمت. كان أولا كنت أولا متأثرا به، فأصبحت متأثرا له ومشفقا عليه. لما رفع يديه رفع صوته بالدعاء إذا به ينادي غير الله، كنت أظن خشوعه وبكاءه وتذلله بين يدي الرب العظيم في مسجد من مساجد الله رافعا يديه، ظننته يدعو ربه ويناجي ربه وخاشعا بين يدي ربه. فلما رفع صوته بالدعاء وإذا به يقول أنقذني يا فلان، أنقذني يا فلان، أدركني، وأنا أسمعه والله بإذني، فصدمت وتأثرت وتعجبت أنه كيف يأتي من لبس عليه هذا التلبيس وأوقع في مثل هذا الضلال والعياذ بالله، وزين له الباطل. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله جل وعلا لأجل ماذا؟ لدعوة الناس إلى الإخلاص وتعليمهم التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. التفت إلى الرجل وأخذت تتحدث معه بلطف وهدوء، وسألته من أي بلد، وسألته عن سفره، هل تعبت في السفر، كيف الطريق، سألته أسئلة متلاحقة، وهو كان يريد أن يتخلص مني حتى يستمر في خشوعه وفي دعائه، وأنا بقيت شيئا فشيئا أسأل عن أحواله وأخباره، متى وصلت، متى تذهب، حتى قل سحب اليد. فلما وصلنا إلى هذه الحال قلت له: الدعاء شأنه عظيم ومكانة رفيعة ومنزلة عالية، وخاصة إذا كان فيه خشوع وبكاء وتضرع وإلحاح، من يصل إلى هذا القدر؟ فلما رآني يتحدث عن الدعاء وأذكر بعض التفاصيل المتعلقة به التفت إلي واستدار، وأخذت كلمه عن فضل الدعاء، وأذكر له آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة الدعاء، إلى أن انتقلت معه إلى مرحلة ثانية. قلت له: وأعظم ما ينبغي أن نعرفه في الدعاء أنه حق لله، لا يجوز صرفه لغيره سبحانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الرب سبحانه وتعالى. وذكرت له آيات كثيرة من القرآن فيها أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، منها قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى آخرها، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وتلوت عليه آيات عديدة في هذا الباب، وأخذت أوضح له الأمر، وأن الدعاء حق لله، لا يصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء. وقلت له: إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو الله، وإذا أتي له بمريض يرغب أهله بحصول الشفاء له ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول؟ اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاء عثمان بن مضعون، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من وجع، يقول: أصابني منذ أسلمت في بطني،
قال له عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل 3 مرات بسم الله، ثم قل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. فالأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله ويطلبون منا أن نلتجئ إلى الله، فكيف نلتجئ إليهم أو نلتجئ إلى الأولياء؟ وأخذت أشرح له هذا الأمر. انتهينا من الحديث، قلت له: الأمر واضح؟ قال لي: نعم واضح جدا. قلت: فهمت الآيات وفهمت الأحاديث؟ قال لي: نعم. فأردت أن أتأكد من فهمه، فسألته سؤالا ربما أنني أخطأت فيه لكنه دلني على حسن فهمه. قلت: وما رأيك أنت؟ ما رأيك في هذا الأمر؟ الآن واضح الآيات والأحاديث، فما رأيك أنت؟ قال: ما رأيي أنا؟ بهذا اللفظ قال: ما رأيي أنا؟ تقرأ علي آيات وأحاديث، تقرأ علي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأي، بهذا اللفظ يتكلم. فأردت أن أتأكد أيضا أنه استوعب الأمر. قلت له: معذرة يا حاج، أنا سمعتك قبل قليل تمد يديك وتتجه بالدعاء إلى غير الله، تقول مدد يا فلان. فماذا قال لي عندما قلت له هذه الكلمة؟ قال لي: أنا من منطقة كذا وكذا، ما أحد علمني الكلام هذا، أنا من منطقة كذا، ما أحد علمني الكلام هذا، ما علموني إلا هذا الذي أنا أفعله، فيريد الخير ويريد الصلاح ويريد الدين ويريد الاستقامة، ولكن ماذا؟ أئمة الضلال أعوذ بالله، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين أئمة الضلال، والله إنه يؤثر. قال: أنا منطقة كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، قالوا لي إن هذا كذا وهذا كذا. قلت له: آيات الله واضحة، أحاديث الرسول بينة. قال لي: نعم. وحمد الرجل ربه عز وجل أن بصره بكتابه وأن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نرجوه لكل مسلم، وهذا ما نرجوه أيضا لكل من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم بسبب دعاة الضلال. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما.